حب الابتكار العلمي وحده من ساق هؤلاء الطلاب والمبتكرين ليطلعوا على أجهزة صنعت لتكون صديقة للبيئة ولا تسبب أي نوع من التلوث. هلال مبتكر عماني سخر الموارد الطبيعية في ابتكاراته، ولكنها لم ترى النور بشكل إنتاجي في انتظار من يكون داعما لها. موارد كلها متوفرة في السلطنة، الرطوبة موجودة والرياح موجودة والشمس موجودة، فكل الموارد موجودة ومن الطبيعة، وأيضا نفس الشيء للبيئة العمانية، هذه منا وإلينا. يعني الابتكارات تحمل المفردات العمانية التراثية في مسمياتها. كل الأفكار هذه مستوحاة من البيئة العمانية ومن التراث والموروث العماني، ودائما يجب على الإنسان أن يطور الموارد الموجودة عنده لأن الموارد تنضب. جهاز مازون يعمل على توليد الطاقة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. مازون عبارة عن جهاز يولد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح، وفي حالة عدم توفر الرياح أو الشمس في أيضا تخزين داخله في بطاريات تخزن الطاقة. جهاز الفلج فكرته تدور حول امتصاص الرطوبة من الهواء ثم تحويلها إلى مياه صالحة للشرب. أما موقد فهو عبارة عن فر يعمل بالطاقة الشمسية دون الحاجة إلى الكهرباء أو الغاز. موارد الطاقة المتجددة المتوفرة كالطاقة الشمسية تحافظ على البيئة كما يعول عليها كمورد رئيسي للأجيال القادمة. ابتكارات علمية صديقة للبيئة تسعى إلى تسخير الموارد الطبيعية المتوفرة، ولكنها في ذات الوقت بحاجة إلى دعم لترى النور على أرض الواقع. لتلفزيون سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.